أعزائي مشاهدي وادي الخير، نحييكم من الوادي الجديد في حلقة جديدة من وادي الخير. أعزائي مشاهدي وادي الخير، نحييكم من الوادي الجديد ومن داخل المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في الوادي الجديد. معنا الأستاذ الدكتور صلاح جميل، مدير عام المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية. دكتور صلاح جميل، برحب بيك ولك كل عام وحضرتك بألف خير يا فندم. أهلا وسهلا بيك وسعيد بالوادي الجديد. دكتور صلاح جميل، طبعا المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في الوادي الجديد طبعا يعني واحدة من أهم الأماكن البحثية اللي بتحافظ على كافة المحاصيل الزراعية في الوادي الجديد وتقدم المشورة لأعمامنا المزارعين والباحثين والمهتمين بالزراعة في الوادي الجديد من مستثمرين وغيرهم. كلمني عن الدور المحوري اللي بتلعبه المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في مختلف القضايا اللي بتهم التنمية الزراعية في الوادي الجديد. وحضرتك المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد واحدة من أقدم المؤسسات البحثية في المجال الزراعي على أرض الوادي الجديد. بذلنا مجهود كبير جدا على مدار أكثر من حوالي 40 سنة تقريبا في خدمة القطاع الزراعي، وخاصة القطاع الزراعي من الناحية التطبيقية، من الناحية العملية. احنا أهدفنا كمحطة إقليمية للبحوث الزراعية ما بين محورين أساسيين. المحور الأول هو نقل آخر المستجدات والأحدث في مجال المعلومات الزراعية في كل المجالات لإخواننا المزارعين. الحاجة الثانية والأهم أن احنا حلقة الوصل عن رفع المشكلات اللي هي موجودة عندي في القطاع اللي يخص الوادي الجديد ومحاولة إيجاد حلول لها. الحلول دي بيكون شق من اثنين، لو كانت الحلول موجودة فعلا فاحنا بننقلها مباشرة لإخواننا المزارعين والمستهدفين، أما لو ما كانش فاحنا بنحاول نخلي نعمل مشاريع أبحاث بحيث أن احنا في أسرع فترة زمنية ممكنة نصل بالحلول لإخواننا المزارعين. والحمد لله لنا تجارب رائدة في هذا المجال، وخاصة في مجال التمور، في مجال أصناف القمح، في مجال المحاصيل الحقلية بصفة عامة، المحصول البرسيم الحجازي، مجالات كبيرة جدا جدا يمكن استعرضها مع حضرتك أثناء الحوار. ولو حبتدينا مثلا بموضوع مثلا نخيل البلح، من بداية ما احنا مثلا ساهمنا في الحد من الإصابة بآفات ثمار النخيل من خلال إجراء عمليات التزميت وعمليات التكييس للحفاظ على المحصول من الآفات اللي كانت بتصيب الثمار في مراحل متأخرة زي أبو دقيق الرمان وحشرة الإيفستيا. وبعد كده أسسنا الحمد لله من فضل الله من عام 2009، أنا بشوف يمكن أهم مشروع أو عمل احنا عملنا به من أجل الحفاظ على بيئة الوادي الجديد. وانت حضرتك بتكلمني في مدينة الخارجة، وانت تعرف ان مدينة الخارجة هي اصبحت عاصمة البيئة العربية، فاحنا ساهمنا بان احنا عملنا عملية تأسيس لفكر ادخال المكافحة الحيوية عن طريق استخدام طفيل التريكوغرام وهو كائن حي بيتطفل على مجموعة كبيرة من آفات النخيل. وعندنا اكتر من معمل حاليا موجود ما بين الخارجة والداخلة، وحاليا ان شاء الله في الفترة القادمة في طفرة كبيرة بحيث ان احنا نعمم فكر المكافحة البيولوجية باستخدام طفيل التريكوغراما في كل انحاء المراكز المحافظة، بحيث يبقى ده الفكر السائد مع اخواننا المزارعين والمتعاملين مع قطاع التمور. الهدف من ده كله ايه؟ الهدف ان احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل سمعة عالمية للتمور الخاصة بالوادي الجديد ان هي تمور بقدر الامكان خالية من استخدام المبيدات
وخاصة في القطاعات اللي فيها إصابات بسوسة النخيل. فده مشروع رائد. المشروع التاني إن إحنا مثلا لما اتكلمنا على النهضة الكبيرة اللي حصلت في التوسع في زراعات القمح، ولا يخفى عليك محصول القمح بالنسبة لنا وخاصة في الآونة الأخيرة محصول استراتيجي الحمد لله في طفرة. احنا دورنا ايه؟ دورنا هنا في البحوث الزراعية بكل الاقسام المختلفة ان احنا بنحاول ناخد اخر معلومة تطبيقية عملية ونصل بها اخواننا المزارعين. دكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في الوجعيد، طبعا المحطة الإقليمية بتقدم الدور التوعوي للوصول بالمعلومة إلى المزارع، وحضرتكم يعني دشنتم سلسلة ضخمة من الندوات الإرشادية على أرض الواقع مع المزارعين لمكافحة أي آفة قد تظهر من الحين الآخر لأي محصول من المحاصيل يعني. فكلمني عن هذا الدور التوعوي اللي بتلعبه المحطة الإقليمية مع الجهات الأخرى زي القطاع الزراعي أو المتمثلة في إدارة الإرشاد والمكافحة في القطاع الزراعي. هو حضرتك إحنا لما تدخلنا في موضوع سوسة النخيل الحمراء يعني كان في بعض الامور احنا مع يعني وضعناها على طاوله الدراسه، اكتشفنا ان احنا في بعض المعلومات بيكون فيها مشكله كبيره ان عدد كبير برضه من المزارعين يجهل الاصابه بسوسه النخيل ومصادر الاصابه بها. فنظمنا العديد من الدورات اللي كان في البدايه خالص المستهدف بها اخواننا المزارعين في مختلف نواحي مركز الخارجه. اجرينا اكثر من حوالي 10 دورات استهدفنا فيها اكثر من حوالي من 500 ل 600 مزارع. كانت فكرتها كلها يا استاذ محمد وانا متفق معاك، فكره معركه الوعي، رفع الوعي لدى المزارع. ليه؟ احنا بنتكلم في تعداد النخيل في الوادي الجديد يصل حاليا لاكثر من 3 مليون نخله. وخلينا نكون صراحه مع اخواننا المشاهدين والمستمعين ان احنا ما فيش جهاز تنفيذي قادر على فحص نخيل 3 مليون نخله على مدار كل شهر او شهر ونص عشان نعمل عمليه الوقايه من سوسه النخيل. فلابد من اخونا المزارع يكون شريك معنا في هذا العمل. طيب لو هو شريك معنا في هذا العمل مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا الدعم الفني عن طريق المعلومات والتوعيه، وان احنا نعرفه كويس خالص ايه هي سوسه النخيل وايه الاخطاء اللي هو بيرتكبها بتخلي عنده الاصابه تتفاقم بسوسه النخيل الحمراء. من فضل الله سبحانه وتعالى هذه الدورات تركت اثر طيب جدا، لان احنا حاليا بدات بعض الاماكن اللي تم فيها رفع الوعي وبتعاون اخوان المزارعين بنسبه اكثر من 90% بدا يحصل، مش هقدر اقول لحضرتك انتهاء الاصابه بس على الاقل اصبح في انخفاض في الاصابه. ويمكن لو حضرتك في يوم من الايام كان متاح لنا نسجل مع اخوان المزارعين اللي هم استجابوا للتوصيات اللي احنا تكلمنا فيها معهم وتشوف رد الفعل المباشر ممكن يكون كلامهم اصدق كمان من كلامي. فده لدرجة ان هم حاليا خدنا هذه الدورات وعملناها على نفس النمط لتأهيل الشباب لسوق العمل، بحيث يبقى الشاب عندنا متحول الى شاب فاحص وحاقن وبيتقاضى اجر عن طريق استخدام اجهزة الحقن المتاحة في السوق. دي حاجة كويسة جدا، دي نظمنا فيها دربنا اكتر من 400 شاب في مختلف مراكز المحافظة. فنحمد الله سبحانه وتعالى يمكن في مجال سوسة النخيل اجمالي ما بين الدورات ما بين الندوات الحقلية ما بين لقاءاتنا مع اخواننا المزارعين تم تدريب على مدار الفترة السابقة اكثر من 3000 مزارع. الحاجة التانية اللي تهمني ان بدأ يحصل الشيء اللي انا بحبه دايما اللي هو ايه؟ انا بطلبك عشان اديك المعلومة. اللي حصل نهضة كبيرة جدا في من اخواننا المزارعين في الوادي الجديد اصبحوا هم طالبين للمعلومة. بمعنى ايه؟ هو اللي بيقول يا دكتور احنا في مكان مثلا زي عزب الطليب، مكان زي البستان، احنا 30 مزارع، تعالى حضرتك بالاخوة اللي معاك في البحوث الزراعية طبعا معانا القطاع التنفيذي في مديرية الزراعة، تعالوا ادونا هذا الكلام، علمونا لو في شيء. وده شيء مهم جدا، لان احنا رهاننا دائما وفي الاول وفي الاخر على اخونا المزارع او المستهدف من هذا الموضوع. لو تعاوننا يا استاذ محمد مع بعضينا ما بين جهه بحثيه وجهه تنفيذيه مختلف برضه المهتمين بالعمل الزراعي، اذا كان مركز بحوث الصحراء اذا كان كليه الزراعه بالوادي الجديد، كلنا في مركب واحده، احنا كلنا في خدمه القطاع الزراعي والنهوض بمنتجات العمل الزراعي ايا كان المنتج المستهدف في النهايه.
صلاح جميل، مدير عام المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في الوجريد. طبعا يمكن عندنا أقسام أخرى داخل المحطة، وحضراتكم بتبقوا يعني أكثر حرص، بتقدموا المشورة والنصيحة للمستثمر. طبعا يعني كمعمل بحوث الأراضي الموجود داخل المعمل بيقدم النصيحة للمستثمر الراغب في الاستثمار في الوجريد على أي الأماكن تجود الزراعات أو في أي المناطق. كلمني عن هذه الإجراءات اللي بتتخذوها كفريق عمل بحثي، بتقدموا الخدمة والمشورة للمستثمر الراغب في الاستفادة من يعني مقومات الاستثمار في الوجريد. الفكرة تأسيس وحدة الطبع خاص لإجراء تحاليل المياه والتربة من خلال المعمل، والمعمل عندنا بيقوم على العمل بمجموعة من خيرة الباحثين المتميزين، واللي هم معظم رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بهم أجريت على أرض الواقع الجديد، فهم لهم خبرات كبيرة جدا. الهدف من هذا المشوار، عايزين نخلي المستثمر او حتى المستثمر الصغير ان هو يأسس مشروع من البداية صح. ليه؟ لاحظنا في الفترة الأخيرة في بعض الإخوان المستثمرين بيتعاملوا مع اهل الخبرة او اهل الثقة، فبتحصل مجموعة من المشاكل، فبيكون عملية اصلاح هذه المشاكل ذو تكلفة عالية، مكلفة جدا. فطبعا احنا عايزين من البداية تأسيس المزرعة، حلل التربة الخاصة بيك وحلل المياه الخاصة بيك وخد التقرير. التقرير بيستوفي معاك كل ما هو مطلوب. لو انت هتجري عملية استصلاح، فبيقول لحضرتك عملية استصلاح هتتم ازاي. طيب لو حضرتك تزرع هنا ايه، بيحدد لك انواع المحاصيل اللي بتجود في الارض المستهدفه بعمليه الاستثمار، فبيوفر على حضرتك مبالغ طائله ان انت هتصرفها، وبعد كده هيكون في هدر تاني، وبعد كده عمليه الاستصلاح واعاده الارض عم يعني مثل ما كانت عليه، برضه عمليه مكلفه جدا، تحليل الميه والتربه، بعد كده عمليه اجراء المتابعه. لو حصل اي مشكله في المستقبل مع المحصول المستهدف بزراعته، احنا برضه بنكون موجودين معاك. المعمل حاليا بيغطي كل مساحات الوادي الجديد، يعني احنا عندنا تعاون مع المستثمرين في الفرافرة وفي الدخلة وفي الخارجة. الشق الثاني مهم جدا، لو مستثمر بيتعامل مثلا مع منتج من الأسمدة وعنده شك المنتج بتاعه ممكن يكون في بعض المشاكل، احنا المعمل بيديله شهادة اذا كان هذا المنتج مطابق للمواصفات او به خلل فني. الحاجة الاهم من كده برضو، اخواننا المزارعين اللي هم اصحاب الاراضي القديمة، إذا كان برضو عندهم بعض المشاكل، فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نحل هذه المشاكل برضو من خلال التحليل وإبداء النصح من خلال التقارير اللي بتطلع من المعمل لتحليل المياه والتربة. الأستاذ الدكتور صلاح جميل، مدير عام المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية. طبعا هناك تشابك بين الجهات في مصر بشكل عام وفي الوادي الجديد بشكل خاص. يمكن طبعا عندنا في الوادي الجديد معمل المياه الجوفية والري التابع لوزارة الموارد المائية والري بيحصل على شهادة الايزو، ومعمل يعني متقدم في ابحاثه، ومعمل ايضا بيقدم مشورة. كلمني عن اوجه التشابك بين حضراتكم في المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية وبين هذا المعمل التابع لوزارة الموارد المائية والري. اولا ما فيش اي نوع من التشابك، احنا عندنا نوع من التكامل. يعني الاخوه الموجودين معنا في وزاره الري ومعمل المياه الجوفيه بقياده اخونا الاستاذ عبد الحميد عبد المريد، بالعكس احنا على مدار اكثر من 3 سنوات في حاله تعاون مشترك. طبعا لسبب بسيط، احنا عندنا مجموعه من الخبراء الفاهمين يمكن على ارض الواقع هناك، في برضه هناك مجموعه من الخبراء برضه موجودين في المعمل. احنا يا استاذ محمد، وده اللي بتمنى دايما، ما دام العمل اصبح في تشابه يبقى في تكامل. ما فيش اي فيش ادنى نوع من التشابك، واعتقد انا والاستاذ عبد الحميد بتربطنا حتى صفه الصداقه في العمل، بغض النظر عن العمل نفسه، لا في صداقه في العلاقات الشخصيه وصداقه في العمل. ده كله في النهايه بيؤدي ان بيطلع عندك عمل متزن، سواء هذا العمل تم من عندي او تم من عندهم، او كنا احنا الاثنين شركاء في هذا العمل. بالعكس، واذا كان في معمل تاني موجود في مركز بحوث الصحراء، اذا كان في معمل في كليه الزراعه، احنا كلنا المستهدف ايه؟ المستهدف انه نعطي المزارع او المستثمر معلومه صحيحه ايا كانت الجهات. احنا في حاله تكامل، وانا يعني بنفي كلمه مدير عام المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية. طبعا استخدام وسائل الري الحديث، حضرتك يعني من أشد يعني الداعمين لهذا التوجه اللي بترعاه الدولة والقيادة السياسية، هو تغيير أساليب الري القديم بأساليب الري الحديث. وطبعا المحطة أكيد لها دور كبير جدا في كل تجاربها بيبقى على أساليب الري الحديث. كلمني عن هذه المنظومة وكيف يعني ندعم هذا الفكر للمزارع ونغير له أفكاره بأنه يتخلى عن الري بالغمر إلى الري الحديث. يعني بص حضرتك، أنا يعني عجبني سؤال سعادتك في شيء مهم جدا. الشيء المهم جدا
اللي احنا برضو بنحاول نأصل فيه مع اخواننا المزارعين والمستثمرين فكرة ازاي تحصل على اعلى عائد اقتصادي من وحدة مساحة. انت عندك موارد، والموارد دي المفروض بتستغلها للاستغلال الامثل بحيث تحصل على اعلى عائد اقتصادي. ولازم يتحول الفكر الزراعي في الوادي الجديد الى فكر استثماري، وفكر بلغه رجال الاعمال فكر البيزنس. يعني حضرتك الزراعه كده من اجل الزراعه لا شيء، ده شيء فيه خساره ليك ولينا، اهدار لسواء مال عام او مال شخصي. بالظبط كده. لا احنا عايزين فموضوع الري الحديث بكل نظم الري الحديث، اذا كانت نظم الري بالتنقيط او الري بالرش، او حاليا الوقت عندنا تجارب بيجريها قسم القمح على الري باستخدام الري المطري. ده كله بيصب في ايه؟ ان احنا في النهايه عايزين اغلى ما نملكه هي وحده المياه. نخلي وحده المياه تعطينا اقصى انتاجيه ممكنه. انا بزعل على المستوى الشخصي لما بشوف في اهدار في ميه الري في اي مكان، وحتى لو في اهدار في ميه في الاستخدام المنزلي انا بزعل على المستوى الشخصي، لان انا اعلم قيمه المياه. واحنا نعلم برضو بالضبط. فانا يعني المفروض احنا فلسفه الزراعه الحديثه باستخدام نظم الري تعم كل المشاريع، وخاصه المشاريع التي تؤسس حديثا، لان انت حضرتك في النهايه هيكون اوفر لك اقتصاديا والعائد اعلى، وتوفير لك في العماله، وتوفير لك في الجهد نفسه. ليه؟ هنفترض لو احنا عندنا فدان هنسمده تسميد يدوي، كم الوقت المتاح عشان نسمد فدان تسميد يدوي؟ تخيل حضرتك لو احنا بندخل مثلا نظام التسميد مع نظام الري الحديث، مفيش اي مجهود خالص اطلاقا، وبتدخل كل العناصر انت عايز تتكلم فيها، مفيش اي مشكله. فانت حضرتك توفير للوقت، توفير للمال، توفير للجهد. انت عايز ايه اكتر من كده؟ تمام. ولو عندك اي مشاكل في اي مشكله احنا موجودين معاك، لنقدم لك النصح والارشاد وتلافي لو في اي نوع من الاخطاء. فلا، موضوع الري يا استاذ محمد موضوع حاسم. بمعنى ايه؟ المفروض يكون ثقافتنا كلنا ما دام زرعنا نبات يكون عندنا نظام الري الحديث متوفر في كل مكان بقدر الامكان، وخاصه في المزارع الحديثه. وانت تعلم في الفتره الاخيره بنشهد يعني طفره زراعيه لا ينكرها احد اطلاقا، وطفره كمان حتى طفره من ناحيه النوعيه، وطفره من ناحيه المحاصيل المستهدفه. احنا عندنا توسع كبير حاليا في موضوع النباتات الطبيه والعطريه من ناحيه المساحه ومن ناحيه نوعيه النباتات نفسها. فليه؟ لان احنا عندنا بيئه الوادي الجديد ما زالت بيئه بكر خاليه من المبيدات، وده المستهدف بصوره كبرى لما بنطبق موضوع النباتات الطبيه والعطريه، اللي جزء كبير جدا منها بيكون للتصدير مش للانتاج المحلي. دي ثقافه داخله علينا، دي احنا يعني مدينين ليها بفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى بالقيادات التنفيذيه سواء في المحافظه او في وزاره الزراعه. فحضرتك لا، انا مع حضرتك، وعايز اقول لحضرتك لاخواننا المشاهدين، افرع المحطه الاقليميه كلها سواء كانت في مدينه الخارجه او في مدينه الداخله او في العوينات او اخواننا الباحثين الموجودين في منطقه الفرافره، كلنا في خدمه تغيير الثقافه والحصول، واكد مره ثانيه، على اعلى عائد مادي من المحصول المستهدف او وحده المساحه المزرعه. صلاح جميل، مدير عام المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية. طبعا كان لكم تجارب ناجحة في إنتاج الخضر سواء بزراعات الصوب أو المحميات، وحضراتكم كان لكم تجارب أيضا في الحفاظ على ما هو منتج من الوادي الجديد. كلمني عن هذه التجارب اللي حضراتكم بتخوضوها للوصول إلى تغيير ثقافة المزارع في الوادي الجديد لزراعات الخضر. يعني حضرتك احنا من يعني بالتعاون برضو مع مدير
فترات دي كان عدى عليه اكتر من 20 سنه، كان كنا نمتلك تجارب رائده في موضوع الصوب الزراعيه. كان الفكره ازاي؟ هل المزارع هيقبل على زراعه الصوب؟ يكون عنده صوب خاصه به؟ احنا برضو موضوع الصوب فكر حديث علينا بصفه عامه. طبعا نحمد الله احنا حسب الاحصائيات عندنا اكثر من 300 صوب منتشره على ارض الوي الجديد. هذه الصوب متنوعه ما بين انتاج شتلات النخيل، انتاج شتلات الفاكهه، ما بين انتاج محاصيل الخضر، واصبحت بتغطي ما اقدرش اقول لحضرتك كل الكميه المستهدفه للخضر الوادي الجديد، بس اعتقد بتغطي جزء كبير جدا من الخضار اللي احنا كنا بنستهدف ننقله من وادي النيل. بالعكس وبالعكس اقول لحضرتك على شيء، الشيء الثاني اصبح حاليا دخول القطاع الخاص في مجال الصوب الزراعيه ساهم بشده برضه في انجاح عمليه التأسيس والتوسع في الصوب. وبتروح حضرتك منطقة زي الدخلة مثلا، بسم الله ما شاء الله تعداد كبير جدا من الصوب موجود سواء عند أفراد أو مؤسسات أو قطاع خاص. بالعكس احنا خلاص احنا موضوع الصوب بس محمد عايزين نقول خلاص فكرة استقرت في الوادي الجديد، استقرت مش يعني لو في مشكلة، والحمد لله أنا من فترة كبيرة يمكن ما اتصلش بينا حد يقول أنا عندي شكوى مثلا في الموضوع الفلاني، إنما لو في شكوى من بعض الآفات أو بعض الأصناف مثلا المزروعة أو بعض المشاكل احنا بنتواجد لحل المشاكل. فاحنا انتقلنا من مرحلة نقل المعلومة لمتابعة ما تم على أرض الواقع مع حضرتك، فدي برضو مرحلة متميزة. احنا يعني برضو عايزين نقول والله طب هل الفكر ده استمر ولا ما استمرش في الوادي الجديد؟ لان برضو كان في فترات في حد بيعرض يقول لك لا ظروف الوادي ما ينفعش، لا الحمد لله اصبح فكر مستقر. وانت حضرتك لو في يوم من الايام رحنا الدخلة هنشوف التنوع والتعدد والتعداد العالي في الصوب وتنوع في المنتجات اللي هي داخل الصوب الزراعي. لا الموضوع موضوع خلاص موضوع الصوب اصبح مستقر في الوادي الجديد. وخلاص كمان دي بيحصل حاجه عندنا ظريفه جدا في الوادي، اصبح في تطوير. ليه؟ احنا في البدايه خالص كنا بنعتمد على الصوب السلكيه، وانت عارف على الشكل العام بتاع الصوب. بدا عندنا دلوقتي حاليا يقول لك لا طب ما كنتش انا هزرع خضار او هزرع خضار في ميعاد معين، طب ما اعمل صوب بيئيه معتمده على الجذوع النخيل، جذوع النخيل كدعائم للصوب، وابدا افرد السيرام بتاعي ويوفر في اقتصادياتي وتبقى الصوب برضه ايه مفخه خفيفه وسهله جدا. احنا الكلام ده بشوفناه، وانا عن نفسي على المستوى الشخصي اعجبت بهذه الفكره. ليه؟ كلما برضه كان ليك متاح تدوير منتجات العمل الزراعي اللي احنا ما كناش بنستخدمها وتعيد تدويرها في منتج تاني بحيث يديك منه توفير في المال، لا ده شيء مطلوب جدا جدا. وبالعكس يا استاذ محمد انا برضو في نقطه عايز يمكن اتكلم فيها مع حضرتك، حته ان احنا حاليا اصبح عندنا مجموعه من الشباب الواعي اكبر قدر المعلومات. يمكن انا هتكلم في الجزء اللي حضرتك ما سالتنيش فيه. انا يوم الاحد اللي فات او يوم الاثنين من اسعد ايام حياتي كراجل متولي اداره المحطه الاقليميه للبحوث الزراعيه، لما الشباب الخريجين من مركز باريس طلبوا ان احنا ناخد دوره في عمليه الاتجاهات الحديثه لاداره مزارع التمور. انتقلنا كلنا كمجموعة متخصصة، معنا رجال المعمل باحثين المعمل المركزي للنخيل، مع الباحثين معهد الهندسة الزراعية، وكنت أنا موجود معهم، ودينا دورة من أفضل الدورات لاستكمال المعلومات النظرية اللي درست. بنتكلم معهم طبعا بخبراتنا على موضوع المشاكل على أرض الواقع. فالحمد لله دريت من يعني من الشيء اللطيف جدا إن هم طلبوا الدورة، كانت في يومين، طلبوا إن الدورة تستمر أكتر من كده، تكون 4 أيام أو 5 أيام متصلة. فده شيء كويس ان احنا خلاص اصبح عندنا سواء الخريج او المزارع عارف يستقي المعلومه منين، سواء من محطه البحوث او اي مكان تاني مهتم بالعمل الزراعي. أعزائي المشاهدين إلى اللقاء.
في الأسبوع القادم من وادي الخير، من الوادي الجديد. لكم تحيات خالد عز الدين، محمد حسين، والإخراج للزميل حاتم الشريف.